لو عندك المقص في مشكلة مش بي يعني بيقص خالص زي كده، ازاي تحوله للطريقة دي ويبقى بالشكل ده؟ خليك معايا. اهلا بيكم حبايبنا المتابعين في كل مكان. معانا مقص زي ما انتم شايفين تلم خالص، مش بيقص اي حاجة خالص يعني. فهنتعلم ان شاء الله النهارده ازاي نسنه بطريقة صحيحة وبشكل صحيح، وازاي هو بيتسن اصلا، وازاي يعني السلاح بيرجع تاني. هقول لكم شويه معلومات كده مهمين. احنا هنا بتثبت المقص في زرجينه او اي حاجه، ونبدا نلفه كده، بنلف السلاحين مع بعض لحد ما يتفك فيهم واحد، بيبقى فيه سوء زي سموله يعني. بعد ما بيتفكوا بيبقى معانا المسمار ده. المسمار ده فيه مشكله، هنا المفروض بيكون فيه ورده سوسته. الورده السوسته دي لما بتكون راكبه مش بتخلي السموله تفك لوحدها، فدي هنركبها لان هي ما كانتش موجوده، هنحط لها ورده سوسته ونعرف كمان شويه ايه فايدتها يعني. هنا طبعا هو الراجل هنا بيبدأ يسن، بيجيب السلاح على حجر الجلخ الأول خالص، وبيبدأ ان هو يسنه من جوه كده، وبيبقى حاطه بشكل مايل بنفس الوضعية اللي انتوا شايفينها دي. طبعا دي أهم حاجة في السن، انك تكون ظابط الزاوية بنفس المنظر ده، لأنه لو انت مثلا يعني عدلته أكتر من كده فطبعا هيبوظ معاك يا ناصح منك ليه. المهم يعني لازم تركز عشان الزاوية دي مهمة يعني، أنا حابب أحاول أجيبها لك من كل النواحي عشان تبقى انت عارف بتعملها ازاي. طيب واحد هيقول لي طب انا ما عنديش الحجر الجلخ ده في البيت وما عنديش الجو ده كله، هعمل ايه؟ انا بديك الفكره، بحاول اعلمك يعني، سواء انت يعني في المهنه دي وشغال فيها او انت بتروح تسن حاجتك، فعلى الاقل تبقى عارف اللي بيسن ده بيسنها لك ازاي صح، عشان ما يكروتلكش اي كلام ويقول لك خد وانا عملتها لك، لكن تكون عارف ازاي بيتعمل. زي ما شايفين هنا بعد ما خلاص عملناها على الجلخ، بنيجي هنا حاجه اسمها تنعيم. التنعيم ده بينعم السن، بدل ما السن بيكون في رايش كده ومتخربش من حجر الجلخ، التنعيم ده بيبدأ ينعمه أكتر، وبرضه بيكون بنفس الزاوية بالظبط، وإحنا ما بنحركش الزاوية أو بنعدله وننيمه، لا هو بيبقى ثابت على نفس الوضع ده. تمام؟ بعد ما نعمنا على الصنفرة دي في تنعيم أكتر، يعني في كمان هو بيخش هنا على مرحلة تالتة، تنعيم خالص بقى، ده ما بيطلعش شرز معانا خالص زي ما أنتم شايفين، أو شرارة يعني، فبالتالي ده بينعم جدا السن، السن عشان يبقى زي الموس كده معانا لازم يتنعم كمان هنا مرة. فلما تروح لحد سن المقص تكون عارف هو المفروض بيعمل ايه. طبعا اللي عملناه في السن الاولاني او السلاح الاولاني هنعمله برضه في السلاح التاني، هنعمله زيه بالظبط. تمام؟ طيب قبل احنا هنا نقفل، وفي حاجه تانيه مهمه هتتعمل بعد ما نقفل يعني، هنكمل لسه السن. هنبدا نركب هنا المسمار، طبعا بندخله في السن او في الناحيه اللي هي ما فيهاش صاموله الواسعه، وبعدين بنبدا نربطه في السلاح التاني بنفس المنظر ده. طبعا هنا هو زي ما انتم شايفين هو معانا شغال، بس طبعا لسه ما ربطناش الصاموله، هنربط بس المسمار شويه ما نحبكش جامد، شويه صغيرين. لو لقيته تقيل معاك شويه كده مش مهم، هيخف دلوقتي او تبدا تخف وسنه صغنطوطه. تمام؟ هو طبعا صعب شويه مش عارف تفكه، بس لما نيجي نربط الصاموله دلوقتي هيتظبط. طبعا حطينا الورده وبعدين حاطين وراها الصاموله، وهنبدا نربط الصاموله. الورده محطوطه من الاول من ناحيه المسمار، تمام كده اهو زي ما انتم شايفين، بصوا كده ادي الورده وادي الصامولة. طبعا الصامولة السوسته دي، الورده السوسته دي بتخلي الصامولة دي ما تفكش مع الوقت، وبتخليه كمان ماسك اكتر، تمام، فبتخليه قوي يعني. وهو طبعا هو كده مرتاح، ولو انت حاسه صعب بتبدا تفك الصامولة شويه. السن بتاعه ده دايما لما بتيجي تقطع او تيجي تقص قماش ممكن يشبك منك او يشبك في القماش يعني، فده لازم يتشطف، اسمها يتشطف او يعني فاهم اللي هو حاجه لمسه بس خفيفه كده على الجلد، ولمسه خفيفه برضو على الصنفره دي بس، بحيث ان هو ايه ما يشبكش معاك وانت بتقص القماش او انت بتعمل اي حاجه. هنيجي برضو ننعمه تاني السن على السريع كده، وبعد كده هنعمل حاجه اسمها شطف، هنشطف السلاح بس من العكس بقى من الناحيه التانيه يعني. احنا عملناه سنه من الداخل، هنبدا بقى نسنه من بره شطف بنفس ميول السن، ما يعني بنفس الميول اللي انتوا شايفينه ده بنفس الزاويه دي بالظبط، مينفعش ان احنا نعمل زاويه غير كده، لازم بنفس الزاويه دي بالظبط. نبدا ان احنا نشطفه من الخارج، طبعا مش بياخد وقت زي السن، هو بس كده حاجه كده خفيفه يعني وخلاص كده. زي ما انتم شايفين هو بيقص من غير ما تقص بيه اصلا يعني، بيقص لوحده اللي هو يعني كانش بيقص طبقه واحده، هيقص بيه اتنين وتلاته واربعه وعشره كمان زي ما انتم شايفين. طبعا طبعا في معلومه حلوه مهم تكونوا عارفينها، انه ما ينفعش المقص يتخبط منك او ما ينفعش يقع منك في الارض، لانه السن بيكون رفيع جدا وحساس جدا، اقل خبطه بتتلمه وتيجي تتنياه، فالسن بيكون ناعم زي الموس، فمهم ان هو ما يكونش بيتخبط يعني. طبعا هو هنا بيقص كل الطبقات زي ما انتم شايفين،
وشغال. وطبعا هنا طبعا لازم الراجل بيجرب السن، لان السن الناس بتشتغل بيه كتير، فقال لك السن ده اهم حاجه. فبص هو بيجرب كمان السن، ان يكون السن شغال. السن بيقص بجد بطريقه غريبه يعني. ف اللي عايز يتواصل مع الوسطى السعودي صاحب المحل اللي عايز يجيب له اي شغل او يجي يشتري منه اي بضاعه، عندكم الرقم على الشاشه اهو. هو بيبيع كل حاجه وعنده بيصلح كل حاجه برضه زي ما انتم شايفين كده. السن معانا شغال زي الموس، ودي كانت الطريقه. وزي ما قلنا، لو انت مش هتعرف تستفاد وتعمل كده بنفسك، على الاقل لما تودي حاجه لمحل تكون عارف هي بتتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين كده، بعد طبعا ما خلصنا السن، هنبدا دلوقتي نعمل حاجه مهمه برضو مطلوبه، ان احنا هنبدا نزيت المقص. المقص لازم يتزيت عشان خاطر يبقى انعم معانا، والسن يكون انعم كمان. هتقول لي هحط زيت ايه؟ هقول لك اي زيت، يعني زيت باكم تمام، زيت موتور عادي، ولكن يفضل زيت باكم، لان زيت باكم ده مش ملوش لون يعني. يعني لو احنا حطينا زيت موتور مثلا وجينا نقص بيه قماشه بيضه هيعلم فيها. فيفضل ان احنا نجيب زيت باكم مثلا، او زيت يكون شفاف زي كده خفيف يعني، زيت مكن اللي هو مكن حلاقه، الحاجات اللي هي الخفيفه دي افضل يعني. وبعدين احنا مش هنكتر، هنحط نقطه هنا ونقطه هنا وخلاص على كده. طبعا ده هيساعد المقص ان يكون حركته اسهل وانعم. تمام كده، وده كان فيديو النهارده. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس على اختيار الكل، وما تنساش تعمل كومنت حلو زيك كده، واعمل لايك. اللايك ببلاش يا صاحبي، منك ليه؟ اعمل لايك، اعمل لايك دلوقتي حالا. اشوفكم الفيديو اللي جاي، مع الف سلامه.